فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهل إذا لم أجد فرجة أسحب أحد المصلين من الصف الأخير أم أصلي منفردا؟ الحديث لا صلاة لفذ خلف الصف، وهذا يدل على أنه ما يجوز للإنسان يصلي وحده خلف الصف، وأنت حاول أنك تدخل في الصف إن أمكن، أو عن يمين الإمام، أو انتظر حتى يدخل من يصف معك ولا تصف وحدك. نعم.